مرحبا يا اصحاب. طبعا زي ما انتم عارفين العقل السليم في الجسم السليم، وزي ما انتم عارفين طبعا اكتر رياضه شعبيه معروفه في العالم كره القدم، لكن اليوم حبينا نعرفكم على ايش؟ على كره القدم مع قصار القامه. راح نلعب ونوريكم انه احنا قدها ان شاء الله. يلا مشاركتنا في انه احنا نمارس هواياتنا زينا زي اي حدا بدون اعاقه، هذا جزء من اللي بيكسر الحاجز المجتمعي. احنا كنا 3 شباب، اليوم احنا موجودين 9 معنات الكلام هذا انه بدا يصير في تقبل عند الاهالي انه يطلعوا اولادهم للمجتمع، بدا يصير في تقبل عند الناس. بداية نيجي على الصالة لحالنا، اليوم زي ما انت شايف طلبة المدارس شباب من المنطقة اللي موجودة، مرات اصحابنا في الصحافة اللي بتيجي، هذا كله بروح من عندنا، بروح برسائل لمجتمع انه الاشخاص ذوي الاعاقة لازم ياخذوا دورهم ومساحتهم ويشتغلوا. احنا مفروض انه يكون في عندنا تمرينين بالاسبوع، ولكن عشان الصعوبات اللي حكيت لك عليها جزء من عمليا احنا بنيجي كل احد. وكل يوم احنا بنستنى يكون في عندنا لعيبه جديده، وكل يوم بنستنى الايام تمضي عشان يوم الاحد يجي. في مجموعه من قصار القامه في لبنان، هم فلسطينيين، من سنتين قدروا يشكلوا المنتخب الفلسطيني لقصار القامه وبدوا يمثلوا فلسطين في البطولات العالميه ومعهم اعتراف الفيفا. خلال هذه السنة بدينا نشتغل في غزة إنه نكون إحنا جزء من هذا المنتخب، ويكون المنتخب الفلسطيني فعلاً مشكل من الفلسطينيين في كل المناطق اللي بتواجد فيها الفلسطينيين. فاليوم إحنا موجودين تحت إطار جمعية فلسطين، هي اللي تبنت تمرينات المنتخب في غزة. كان مفروض نطلع بطولة في المغرب بشهر 5، إجراءات السفر والفيزا وتجمعنا مع زملائنا في لبنان كانت كتير صعبة وراحت علينا البطولة. جاية بطولات في مصر وإن شاء الله في الأرجنتين، هدفنا نطلع نرفع علم فلسطين ويكون لنا تواجد وبصمة زينا زي أي حدا رفع اسم فلسطين برا. الرياضة دائما وكرة القدم بالذات هي رسالة سلام للكل. كل العالم بتجمع كمنتخبات بتجمع في نفس المكان، احنا اليوم منتخب فلسطيني جزء موجود في لبنان، بعض اللعيبة في لعيبة موجودة في المغرب، لعيبة اليوم في غزة، احنا لليوم ما تجمعناش ولا تجمع. كل اللي بدنا اياه نوصل رسالتنا للعالم، احنا شعب ولنا حقوقنا زينا زي اي حدا في العالم الثاني.